بص بقى، قلت لازم انهلكوا السنه باكتر حاجه حبيتوها من العصاير. هنعمل عصير اسمه بقى كولد اند فلو، انا سميته كده، حاجه كده مليان فيتامين سي للبرد اللي احنا فيه ده. هنجيب جزر نقشره ونقطعه ونحط عليه ربع كوبايه ميه وقطعه من الزنجبيل ومعلقتين كبار من السكر. السكر ده بقى لو انت بقى عامله ايه، عامله دايت، حطي عسل وارفعيه على النار حوالي 5 دقائق. الجزر هيستوي. ممكن تستغني عن قطعة الزنجبيلة دي وتشيليها، وممكن تسيبيها، ادي الطعم حلو قوي، ما يهمكيش طعمها حلو والله. هتجيبي بقى ايه، اول ما يهدى لو انت عندك خلاط سيبيه يهدى شوية وضربيه في الخلاط، لو عندك هاند بلندر هتضربيه في نفس الحلة، هتضربيه كويس لحد ما ينعم خالص، نعمل سموزي من الجزر. ما تستغربوش يا جماعة، العصير ده ممكن يتعمل من غير ما نسلق الجزر كده، بس بعد كده هتصفيه ومش هيبقى لونه زي ما احنا عملناه كده، ومش هتبقي خدتي برضو كل الألياف اللي موجودة في الجزر والحاجات وكل الفيتامينات اللي موجودة فيه. أنا بحب أعمله كده، لو عايزة تعمليه فريش وبعدين تصفيه أوكي. جبته بقى بعد ما هدي خالص وحطيته في الفريزر وبرد، برد خالص العصير الجزر اللي احنا عملناه، حطيت عليه عصير برتقال، والعصير البرتقال عصرته في العصارة اليدوي عادي خالص، يعني بالطريقة البدائية جدا، وبعد كده ضربتهم ضربتين بحيث بقى البرتقال يدخل مع الجزر كده بقى ويبقوا حلوين. بعد كده بقى ايه، حطيتهم على جنب وجبت شوية تلج، شوية تلج صغيرين وواحدة كيوي، وهنضربهم بقى بشوية عصير برتقال برضو. بصوا بقى هنعمل سموزي كيوي. احنا دايما كده لما نحب نعمل عصير لازم ندلع نفسنا. هاتي الكاس بقى بتاعك وحطي بقى سموزي الكيوي اللي احنا عملناه ده وشويه تلج لزوم الدلع. تلج وصدقوني حلو جدا، ولما شربناه ما تكتكناش ولا حاجه عادي. على ظهر المعلقه بقى انزلي بعصير برتقال. بصي بقى الالوان بتفصل ازاي، يا لهوي على الجمال والحلاوه والطعمه والشقاوه. عصير الجزر اللي احنا عملناه على ظهر المعلقه وافصلي الالوان بقى. بصوا هي دي احلى لحظه وانت بتعملي العصير، لما تلاقي الالوان فصلت كده، ولما تلاقي بقى ايه اصفر في اخضر في اورنج كده، يا بجد تحفه، بجد تحفه، فظيع، حلو جدا والله، كان طعمه حلو جدا 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 جدا، وطعمه لذيذ جدا ومناسب للوقت ده قوي، ومش لازم خالص يعني نفضل نعمل بقى في سحلب وحاجات سخنه والكلام ده، لا دلعي نفسك بقى، دلعي نفسك واعملي العصير ده. عملت واحد تاني بقى في الكاس الجميل ده، بصوا بقى الجمال، بصوا بجد حلو جدا، وحاجه كده مش مكلفه خالص وبحاجات كلها موجوده، وانا استخدمت واحده كيوي بس، عملت لي حوالي 3 كاسات واحده كيوي بس. بصوا بقى بجد جميل قوي بجد بقى، لازم تعملوا لي لايك وتعملوا لي فوليو لو لسه ما عملتوش، وتكتبوا لي كلام حلو كتير وتشيروا بقى كتير قوي قوي قوي. انا بحبكم وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب كده افضل دايما عند حسن ظنكم، وباي باي.